أكيد سلمى، رح نبدأ مع دكتورتنا دكتورة ديانا فلوح ونحكي أكثر عن وجبة السحور. قد إيه لها أهمية دكتورة؟ اليوم كثير من الأشخاص يمكن يا إما بياكلوا كثير لدرجة التخمة على السحور، ثاني يوم بيقضوها نوم، يا إما بيلغوا وجبة السحور مثل سلمى كانت عم تقلي تحت الهواء هي ما بتاخذ أبدا وجبة السحور. خلينا بالأول نحكي عن أهمية هي الوجبة وشو ممكن تتضمن من أغذية وعناصر غذائية. يسعد صباحك فرح، يسعد صباحك سلمى. بالبداية خليني ركز على أهمية هالوجبة مثل ما ذكرتي بالمقدمة سلمى ومثل ما أجا بتقرير هزار مشكورة. أولا يعني وجبة السحور هي اللي رح تعطينا طاقة بساعات الصيام الطويلة، فمن الخطأ الشديد إنه الشخص ما يتناول وجبة الفطور السحور، لأنه هي اللي بتشبه وجبة الأيام العادية يلي هي مصدر الطاقة، هي اللي رح تقينا من الكثير من الكومبليكيشنز أو المصاعب يلي بتصير مع الصائمين بالفترة الأولى من رمضان، مثل وجع الرأس، مثل هبوط السكر، هبوط الضغط، خاصة الأشخاص يلي بيضطروا ليتناولوا أدوية بهي الفترة نتيجة قلة الطاقة أو قلة المدخول الغذائي للجسم. فوجبة السحور أهميتها أولا بتيجي إنه هي أساس الطاقة أو مصدر الطاقة الوحيد تقريبا بساعات الصيام الطويلة، بالإضافة للمي يلي ممكن كمان تقي من حالات التجفاف يلي نحن ممكن نستشعر فيها بساعات الصيام عن طريق العطش يلي هي أول علامة من علامات التجفاف. فنحن بسبب الصيام ما بنقدر ناخذ المي، بس اكيد من الضروري انه ناخذ على وجبه السحور الكميه الكافيه المعتدله، مو بكميات كثير كبيره مثل ما في كثير اشخاص ممكن يلجأوا لتناول لتر او لتر ونص على وجبه السحور بهدف انه ما يشعروا بالعطش، بس هذا الشيء اول شيء رح يسبب لهم نوم قلق، ما رح يقدروا يناموا بطريقه صحيه بسبب ارتياد الحمام، بالاضافه لانه الجسم بياخذ حاجته فقط. من الافضل بموضوع المي انه نحن نوزع احتياجاتنا بالفتره بين الافطار والسحور متعدده. انا دائما بقول لهم للاشخاص اللي بيزوروني بالعياده على القليله كاسه كل ساعه بين الافطار والسحور في حال الشخص ما بينام لوقت السحور. اما اذا شخص ممكن يناموا كم ساعه قبل السحور اكيد ممكن نحن نوزعه. وطبعا السنه الكريمه بتقلنا انه احنا لازم نبلش الافطار اصلا بكوبين من المي، واذا وصلنا هون لثمان او عشر اكواب بهي الفتره بيكون ممتاز. طيب دكتوره، يعني الخطا الشائع عند البعض ويمكن انا منهم انه احنا ما بنتسحر، بنكتفي بشرب المي صح. فقط، وهذا الشيء بياثر علينا خلال النهار. شو الاخطاء الثانيه اللي ممكن يرتكبها الصائم خلال فتره الافطار، يعني من بعد الافطار للسحور، وهي ممكن تاثر على صحته وصيامه؟ ذكرنا احداها شرب السوائل. شرب السوائل بكثره او عدم شربها وانه نخليها بس لوجبه السحور، هذا شيء كثير غلط. يفضل توزيعها، وانا كمان بدي احكي عن طبيعه الاكل يلي بيغلطوا فيها بعض الاشخاص. ما رح نحكي عن وجبه الافطار عن ما بعد وجبه الافطار لوجبه السحور. ممكن بعض العائلات يعني تحط القراميش او المكسرات او الشيبسات او بعض انواع الحلويات والمقالي بالنص الاول من فتره الافطار، ما في مشكله، بس لما نصير عم نقرب لوجبه السحور هي صارت من الاغذيه يلي ممكن تسبب لنا عطش ساعات النهار. ومشان هيك نحن بدنا بس هيك نلقي الضوء على بعض الاغذيه يلي لا يفضل انها تكون موجوده على مائدة السحور يلي تحتوي على كميات عالية من السكر أو الملح. هالمادتين هنا يلي ممكن يعطشوا الصائم بعد وجبة السحور، فنحن لازم يفضل أنه نبتعد عن أي شيء فيه ملح كتير مثل المخللات، مثل الزيتون، مثل الشيء اللي عالي بالصلصات أو بالبهارات، الكاتشب مثلا، أو الشيء اللي كمان كتير حلو. في بعض الأشخاص ممكن يتسحروا على قطعة حلو، وهي خدي بقى بعدها على رغبة بتناول المي، فهي من الشغلات اللي لا يفضل انها تكون. في كثير اشخاص بيحبوا يفطروا مثلا فول، بس هالانواع من الاغذيه بالرغم من ما في كثير ناس بينطروها على وجبه السحور، بس ممكن تسبب لهم نفخه، ممكن تسبب لهم عطش لانه بحاجه لكثير من الاملاح اضافه ملح.
بالإضافة لأنه ممكن تسبب يعني تلبكات معوية، فالأفضل دائما يكون سحورنا خفيف مثل ما ذكرنا بيشبه وجبة الإفطار بالأيام العادية. أكيد لازم نبعد عن أي شيء ممكن يسبب عطش مثل ما ذكرنا الشيبسات أو الموالح، المكسرات بشكل عام هي مصدر جيد جدا، بس لما بتكون محمصة ومملحة بتبلش تعمل المشكلة الأساسية. كثير حلو لما نحكي عن العناصر الغذائية أو بعض أنواع الأطعمة يلي لازم نبعد عنها عن وجبة السحور، شو هي أهم الأطعمة يلي ممكن تمدنا نحن بكل العناصر الغذائية والطاقة اللازمة لحتى نكمل نهارنا؟ هو هذا حديثنا وهو أهم شيء. دائما نحن بنحب يكون في مصدر للنشويات، يفضل انه تكون من النشويات المعقده او بطيئه الامتصاص. يعني لما بنحكي اذا بدنا نجسدها على طاوله السحور بشيء مصدر اسمر، يعني الخبز الاسمر او التوست الاسمر، لانه بيتحللوا بالجسم ببطء وبيعطونا شعور بالشبع لفتره اطول، فيفضل انه الشخص يعتمد فيها على النشويات، على الخبز او الرز الاسمر، او حتى اذا في طبق فيه معكرونه يفضل انها تكون من المعكرونه السمراء حتى ما تسبب للصائم شعور بالجوع مباشره او بعد فتره قليله. هي اذا بدنا نحكي عن النشويات، دائما بننصح انه يكون في مصدر من مشتقات الالبان، يعني اللبن هو خيار صحي ومثالي على وجبه السحور. يفضل دائما الاجبان تكون الاجبان الغير مملحه، او ممكن نحن نلجأ لغسله قبل تناوله على وجبة السحور. القريش أو جبن القريش هي وجدت أنه الأفضل على وجبة السحور، بالإضافة لمصدر فيه بروتين، يعني بيضة مسلوقة خيار ممتاز. نحن دائما بنروح للمسلوق لأنه معظم الأشخاص بيسألونا عن موضوع زيادة الوزن، بس ممكن نتناولها بشكل مقلي بكمية قليلة من الزيت، ما نضطر أنه نملح كتير لحتى نشعر بالعطش بعد فترة قليلة. أكيد لا يفضل أنه نحن ناخذ الأشياء يلي بتزيد على وجبة الإفطار، يعني في أشخاص بيتناولوا نفس وجبة الإفطار بكميات أقل على وجبة السحور. هذا الشيء رح يسبب مشاكل هضمية، مشاكل بموضوع النوم، قرحة، أو حتى ارتجاع مريئي، لأنه معظم الأشخاص بيتسحروا بيناموا، فيفضل دائما أنه نحن نأخر وقت السحور قدر الإمكان، بس ما نستلقي مباشرة من بعدها، نقعد شوي وبعدها ننام، خوفا من مشكلة الارتجاع المريئي اللي بتصير مع أكثر الصائمين بشهر رمضان. أكيد. طيب دكتورة ديانا، خلينا نحكي اليوم كمان في كتير أسئلة بتخطر ببال الصائمين، كان كل سنة بنعطي هاي الجرعة من المعلومات، ولكن بنرجع لنقطة البداية إلها علاقة بالبرمجة، برمجة الجسم على الأغذية قبل بوقت، قديه بتأثر؟ طبعا. إنه أنا إذا يعني قبل، على الأقل قبل شهر رمضان بأسبوع أسبوعين، إذا بلشت درج حالي، ما رح أقول على الصيام، ولكن على، في ناس حتى صارت تعملها نظام غذائي، إنه هي الصيام الطبي أو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع، خلينا نحكي عن هذا الشيء وقديه فعلا الصيام له فوائد صحية. يعني هو ما أنه فقط أنه أنا عم بقعد فترة طويلة من دون أكل وشرب وعم عاني كيف بدي أكل وكيف بدي أشرب. 100% بجوز المي هي أكثر شيء ممكن يكون مشكلة للصائم برمضان، بس موضوع الصيام بشكل عام جدا وجد انه له اهميه بتنقيه الجسم، بالمحافظه على نظام معين بالجسم ليتعود بساعات حرق معينه، ساعات بناء معينه. دائما نحن بنعرف عمليات الاستقلاب هي حرق وبناء، فنحن لما بنعود الجسم لساعات صيام طويله، ومثل ما ذكرتي هي اللي هي صارت موضه او ترند عالميه بموضوع تنزيل الوزن، في اشخاص صاروا يعتمدوا اصلا للصيام طريقة لتنزيل الوزن عن طريق الصوم ل 16 ساعة وتناول وجبات خلال 8 ساعات، واللي هو كتير بيشبه ساعات الصيام ببلدنا، يعني 8 ساعات تقريبا مقابل 16 ساعة صوم. هذا الشيء عم بيعود الجسم انه في مصدر طاقة رح يفوت بساعات معينة، هو شيء ممتاز اذا لجأوا له الاشخاص قبل شهر رمضان وما بعد شهر رمضان، حتى بيعطيهم كل حاجاتهم، بيعطيهم كل احتياجاتهم، حتى من الطاقة، من النشويات، من البروتين، وحتى من الدهون الصحية اللي هن بحاجتها. طبعا الصيام متقطع فرقه عن الصيام اللي عم نعمله بشهر رمضان، انه يسمح بتناول اي شيء ما في سعرات حرارية،
خلال ساعات الصيام، مثل المي، المشاريب اللي فيها خالية السعرات الحرارية، عم نحكي مثل الشاي، مثل القهوة، مثل أي مشروب ما بيحتوي على سعرات حرارية. وبالحديث عن هي المشاريب، يفضل دائما نحن ما نتناولها بعد الوجبات، وخاصة مع وجبات السحور، لأنه أي شيء فيه كافيين بيضر السوائل برا الجسم. يعني نحن بجوز عم نتناول مي، بس الكافيين اللي عم يدخل نتيجة فنجان القهوة أو كاسة الشاي مع وجبة السحور عم بيسبب للأسف بيضر السوائل خارج الجسم. وأفضل وقت لتناولها هي بعد وجبة الإفطار أو ما بين الوجبتين، لحتى ما يصير في إضرار. أكيد بيساعد على تنزيل الوزن إذا ما كان في سعرات حرارية فائضة عن حاجتنا اليومية. ودائما إذا ترافقت برياضة، أكيد منوصل لنهاية شهر رمضان بصحة كتير منيحة، بفائدة تعود على كل أعضاء الجسم، وأكيد بتنقية هالسموم يلي بيتعرض لها جسمنا نتيجة الوجبات السريعة، وخاصة بهالوقت يلي بجوز ما عاد في تجمعات كتير بمطاعم بتسبب لنا أنه نتناول أكثر من حاجتنا. أكيد أكيد. لك شكرا كتير دكتورة ديانا على كل المعلومات اللي قدمت لها. شكرا لكم فرح وسلمى، ينعاد عليكم ورمضان كريم. ينعاد عليك. شكرا لك. شكرا.